يكون حاصل ان الفرق ما بين الايرور تيرمز ايكوال زيرو. تمام. ولنفترض ان احنا فعلا قدرنا نوجد نموذج وعملنا الفاريبلز بتاعتنا وتحققنا من كل الايه الاسامبشنز دي. طبعا بنتحقق من الاسامبشنز دي، هنتكلم عنها النهارده ان شاء الله، الدايجنوستيك تيست وازاي نعمل ديتكشن لكل واحده من الاسامبشن، وازاي نختبر كل اسامبشن، وازاي نحله بشكل مبدئي مش بشكل جذري. كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل النهارده بعد شوية. ولنفترض ان احنا اتأكدنا من الاسامبشنز، عملنا لها ديتكشن كلها حاصلة، وبالتالي احنا عندنا جرين لاين كده ان احنا نعمل استيميشن للريجريشن بتاعنا يوزنج ال OLS Ordinary Least Square. ايه فكرة ال OLS؟ OLS chooses the parameters of the estimated model so that the sum of squared residuals او the sum of error terms is minimized. يعني ايه؟ دي طريقة شغل الـ OLS. الـ OLS قائم على فكرة بسيطة جدا، أنا زي ما قلت لك إن بعد دي كده observation، حلو؟ وده الـ fitted line، ده الـ regression line بتاعك، ده الـ sample regression line بتاعتك. بعد كل قيمة من الـ regression line بتاعتك، هو الـ regression line في هذه الحالة يفترض إن هو الـ average، يعني الـ average effect بتاع الـ estimators بتاعتك. فبعد كل قيمة من الـ fitted line أو الـ average هو الـ variance، هو الـ variance أو الـ standard deviation. فالـ E هنا الـ E to 3 دي، الـ E اللي هنا دي اللي هي الحمراء بعيدة هذا البعد عن الـ fitted line. الـ E to 2 اللي هي الزرقاء بعيدة بعد أقل من الـ fitted line، يعني مش error term كبير، ده error term صغير. والـ E21 أو الـ E11 اللي هي الخضرة دي بعيدة أبعد واحدة منهم، يعني في ايرور تيرم كبير هنا. طيب إيه اللي بيعمله الـ OLS؟ إن هو بيعمل سكويرنج للكلام ده، يعني الـ ايرور تيرم ده لو قيمته 2 بيعمله سكويرنج بيخليه 4، والـ ايرور تيرم الصغير ده لو قيمته نص بيخليه 1 أو 0.5 تايمز 0.5 0.25. لو ده قيمته 3 بيخليه 3 تصبار في 2 يعني 9. بيعمل سكويرنج لقيمة كل ايرور تيرم عندك. ليه؟ عشان الحاجات الصغيرة تصغر، او الحاجات الصغيرة تاخد وزن اقل والحاجات الكبيرة تاخد وزن اكبر. انت كده بتعمل سكويرنج لسببين، بنعمل سكويرنج لسببين. اول سبب ان انت لما بتعمل سكويرنج الحاجة الكبيرة بتكبر اكتر، وبالتالي بيبقى ليها وزن اكتر وبيبقى ليها تأثير اكبر، والحاجة الصغيرة ما بتكبرش بنفس قيمة الحاجة الكبيرة. فهنا فكرة الـ OLS ان هو بيجمع السكوير بتاع كل الـ error terms اللي عندك ويعمل لها minimization، يقللها، يوجد الـ estimator او الـ coefficient البيتا او البيتا 1 او البيتا 2 اللي بيحقق لك اقل sum of the squared error terms. واضحة؟ كويس جدا. طيب ده أول سبب. تاني سبب بنعمل سكويرنج إن في ايرور تيرمز بتبقى بالنيجاتيف وفي ايرور تيرمز بتبقى بالبوستيف، فهو بيجمعهم لك كلهم، بيشيل النيجاتيف مع البوستيف. لما بتعمل سكويرنج كله بيبقى بوستيف، وبالتالي بيقدر يوجد لك ايرور سم اوف سكويرد ايرورز حقيقي. ليه؟ عشان الايرور لو نيجاتيف هو ايرور في الاول وفي الاخر، هو في ايرور حاصل، في بعد عن القيمه اللي المفروض تكون موجوده او الافريج افكت. سواء الايرور بوزيتيف او الايرور نيجاتيف هو في ايرور. فانت لو ما عملتش سكويرنج وحطيت الايرور تيرمز مع بعض ممكن يكنسلوا بعض، ويوجد لك في الاخر ان الايرور تيرم قليل جدا مع انه كبير جدا وفي مشكله عندك في الايكويشن بتاعتك، ولكن عشان في نيجاتيف وعشان في بوزيتيف فقللوا في الاخر الاكسبكتد فاليو بتاع الايه الايرور تيرمز في الاخر بتاعتك، فتبان لك ان الايكويشن بتاعتك كويسه. عمليه السكويرنج بتتخلص من فكره النيجاتيف والبوزيتيف، كله بوزيتيف قدامي، وبتدي قيمه اكبر للايرور تيرمز الكبيره وقيمه اصغر للايرور تيرمز القليله. ولهذا since large residuals have a large influence when squared
So the sum of squared residuals would be strongly affected too. Using OLS, we choose a regression line which avoid individual large residuals. يعني بنختار الريجريشن لاين او بنختار البارامتر او الاستيميت او الكوفيشنت بتاعنا بحيث ان هو يقلل الريزيديوالز الكبيره او يكون اقل حجم او اقل سكوير لكل الريزيديوالز اللي موجوده. وده هياخدنا برضو لمشكله تانية هنتناقش فيها بعدين، يعني ده مش سياقه، فكره الاوتلايرز. ان انت لو عندك اوتلايرز في الاو ال اس او الريجريشن اللي بتعمله بالاو ال اس، لو عندك اوتلايرز ممكن تبوظ لك الدنيا خالص. لو عندك اونلي وان اوتلاير اوبزرفيشن، عشان هي هيبقى الايرور بتاعها كبير جدا، فانت هتعمل لها سكويرنج فهتكبرها اكتر، فهيبان لك ان الفانكشن بتاعتك بايظه خالص، ان الايرور تيرم بتاعك كبير جدا، وده هيأثر في الستاندرد ايرور، وهيأثر في حساب التي فاليو، هيأثر في حساب كل حاجه. ما هو هيأثر في حساب كل حاجه. ففكرة الاوتلايرز وازاي نتعامل مع الاوتلايرز دي هنتناقش فيها بعدين، ولكن خلينا دلوقتي ماشيين على اساس ان الـ OLS بيختار البارامتر او الكوفيشنت اللي بيقلل الـ sum of square error terms او الـ sum of square residuals. طيب نعمل شوية كده الجبرا. ال OLS choose alpha hat and beta hat ال estimates بتاعت ال alpha وال beta so as to minimize the sum of error squared. كل ال errors بتاعتنا مجموعها وال sum بتاعها بنعمل له minimization. خلينا نقول ان احنا عندنا function ان ال y hat equal alpha hat plus beta alpha x hat وال error term في هذه الحالة equal y i minus y hat، وهو الفرق ما بين ال exactly والاستيميت واي هات. لو شلنا الواي هات وعوضنا عنها بالريجريشن فانكشن الاساسيه بتاعتها، هنلاقي ان واي اي ايكوال ماينس الفا هات ماينس بيتا هات اكس، هو ده اللي احنا بنعمل له مينيمايزيشن، بنجيب له السم ونعمل له سكويرنج ونعمل له مينيمايزيشن. هو ده الفكره الاو ال اس. حلو. طيب بناخد ال بناخد دي كده الفانكشن اللي قدامنا، ده الفانكشن اللي احنا عايزين نعمل لها مينيمايزيشن. بناخد نعمل لها ديريفاتيف. طبعا الفيرست اوردر ديريفاتيف والديريفاتيف دي بقراءه سريعه انت ممكن تحاول تفتكر الحاجات دي. بناخد البارشال ديريفاتيف بتاع الايرور تيرم بالنسبه للالفا، وبناخد البارشال ديريفاتيف بتاع السم اوف ايرور تيرم بالنسبه للبيتا، وبنساويه بزيرو ونبتدي نعمل سولفنج للكلام ده. الكلام ده طبعا بيتعمل اوتوماتيك في السوفت وير، ولكن فهمنا للحاجة دي مهم عشان نعرف أساس الموضوع. احنا دلوقتي مش طلبة، احنا ناس policy analysts وناس econometricians وناس researchers، فلازم نكون فاهمين ايه اللي بيحصل في خلفية البرنامج. احنا مش بس كليك على الزرار وخلاص، لا احنا لازم نكون فاهمين ايه اللي بيحصل عشان لو في مشكلة حصلت او الفانكشن دي فيها مشكله او ايرور طلع لنا نكون عارفين اساس الايرور ده ايه وطلع من ايه ومبني على ايه. ولهذا تعالى نشوف الاول واحد اللي هو عايزين نعمل استيميشن للالفا اللي هو الكونستانت في اطار الاو ال اس، يعني في اطار مينيمايزنج السم اوف سكويرد ريزيدوالز. الالفا دي بتساوي ايه اللي هو الكونستانت اللي بيطلع لنا في الاي فيوز ده بيساوي ايه؟ بيساوي الاتي. انت عملت ال partial derivative بتاع ال sum of squared errors على ال partial derivative بتاع الالفا، وقانون ال partial derivative بيطلع لك الاتي ده، ان ال square بتنزل على الجنب وال error بنعوض عنها باللي احنا قلناه قبل كده، وبنضرب في negative 1 equal to 0، وبعدين بن الكونستانت ده كله بيتشال وبيبقى في الاخر الفاليو اللي جوه ده اللي احنا عايزين نعمله سولفنج، ده اللي بنسويه بالزيرو، وبيبتدي السم يخش مع كل قيمه من جوه. السم اوف واي اي والسم اوف الفا بيساوي زيرو، والسم ده ما هي الا ان عدد الاوبزرفيشنز او عدد الحاجات اللي عندك، فان ان اكس اول ايكوال تو زيرو. ونفترض هنا ان ال n بنتعامل معاها اكنها constant، فبيبقى في الاخر ان ال y
بار ماينس الفا هات ماينس بيتا هات اكس بار ايكوال تو زيرو. ليه؟ اتنقلنا من الواي للواي بار. السم اوف واي هي ان تايمز الواي بار، ان تايمز الافريج، والسم اوف الفا هي الان تايمز الالفا هات، والبيتا هات summation of x هي البيتا at n x bar، الاكس بار والالفا هات، الاكس بار والواي بار اللي هي الافريج اللي هو المين المتوسط بتاعه. فالواي بار ماينس الفا ماينس بيتا ايكوال تو زيرو. في الاخر عشان نطلع الالفا دي او الكونستانت بتاع الاو ال اس او في اطار الاو ال اس بيساوي واي بار ماينس بيتا هات اكس بار. طيب ده بيفيدنا في ايه؟ ده الكونستانت اللي بيطلع لنا، وده الكونستانت اللي بيطلع لنا في حالة ان احنا عندنا سنجل اكزوجينس فاريبل اللي هي الاكس واحدة او الاكس اكس اونلي 1 اكس. ممكن يبقى عندك بيتا 2 اكس او بيتا 3 او بيتا 4، كل ده بيتحط في الاخر بيطلع لك كونستانت واحدة بس. ولكن للتبسيط احنا بنتكلم هنا في ال single regression model مش المالتي، ان احنا عندنا one independent variable اللي هو الاكس. في حاجة انا عايز اقولك عليها من دلوقتي عشان احنا هنشوف الكلام ده بعدين. احنا شغلنا قايم على الاسامبشنز يا دكتور منير، وحلولنا ان انت توجد حل لفانكشن في اوقات كتير ممكن تفترض حاجة مش منطقية او تفترض حاجة ملهاش علاقة بالواقع، ولكن بدون الاسامبشنز ما تقدرش تعمل سولفينج. مثال على كده، انا بقول لك هنا ان السمشن اوف الواي اي ايكوال ان تايمز واي بار. يعني انا عندي summation of y i يمكن كتابته اي n times ال y bar. ال y bar اللي هي ال average بتاع ال y's كلها مضروبة في عددهم، هيديك في الاخر ال summation بتاع ال true function او ال true value بتاع ال y i. ممكن الموضوع يقف في النص، تحس ان هو مش منطقي، او إيه ليه الافتراض العجيب ده؟ ليه انا افترضت ان انا اتنقلت من السمشن بتاع الواي اي لان تايمز الواي بار؟ ما عنديش رد، يعني ما عنديش رد اقنعك بيه، ولكن هي ستبس بنمشيها خطوه خطوه عشان نقدر نوجد حل في الاخر للفانكشن اللي قدامنا، وده هيبان تاني برضه في معادله البيتا. اللي انا عايز اوريه لك هنا ان الالفا بتعتمد على البيتا، عشان نقدر نحسب الكونستانت لازم يبقى عندك الكوفيشنت بتاع الاندبندنت فاريبل اللي هو البيتا هات. نشوف البيتا هات بيتحل ازاي. نفس الحكايه، البارشال ديريفاتيف بتاع السام اوف سكويرد ايرورز ريليتيف تو البارشال ديريفاتيف للبيتا هات بناخده ونبتدي نحل وفقا، او بنعمل ديريفاتيف وفقا للبيتا هات. النيجاتيف اكس دي بتطير عشان ما فيهاش بيتا هات، والكونستانت بيروح، وبيبقى في الاخر ان واي اي مضروبه في الاكس اي ماينس الفا هات اكس اي ماينس بيتا هات اكس اي سكوير ايكوال تو زيرو. ونبتدي نعمل سولفنج خطوه ورا خطوه، بنوصل في الاخر لحاجه ان البيتا هات او الكوفيشنت اللي بيطلع لنا جنب عبارة عن covariance x y over variance x. s x y اللي هو ال covariance x y over variance x. دي الطريقة اللي بيستخدمها السوفت وير عشان يطلع لك قيمة